السيد الرئيس، أصحاب الأقدام والمعالم، السيدة والسادة، لا شك أن الوقت الآن لتفعيل دور القوى الأولمبية الجاهزة في تجسيد أفريقيا التي نريد أفريقيا آمنة ومستقرة، وأفريقيا مندمجة ومستهلة، وأفريقيا تساهم بكل مسؤولية في معالجة التحديات التي تواجهها في مجال السلم والأمن. وفي هذا الإطار أجدد لكم عزم الجزائر التام للعمل بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة من أجل الدفاع عن مصالح قارتنا وإعلاء صوتها وحشد دعم مساعينا المشتركة لتمكين قارتنا من لعب دورها الكامل في مجال حفظ السلم والأمن في أفريقيا وفقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة في انتظار تصحيح الطرق التاريخي على قارتنا فيما يخص تمكينها على مستوى مجلس الأمن الأممي، خاصة وأننا نعيش اليوم مشهدا دوليا متقلبا ومتأزما يرفعه تنامي طول النزاعات وسط عجز المجموعة الدولية عن تحمل مسؤولياتها في استفاد السلم والأمن الدولي. ولعل أبرز دليل على ذلك حرب البلاد العاجية التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني المعزل والذي يجدد من هذا المنبر تضامنه الراس معه ويؤكد له دعما الثابت الى غايه استرجاع حقوقه المشروعه كامله وعلى راسها اقامه دولتها المستقله وعاصمتها القدس الشريف. وفي الختام اجدد شكري لكم مقامه الرئيس على قيادتكم المتبصره لمنظمتنا وتمنيا كل النجاح لاجتماعنا اليوم في سبيل تعزيز عملنا المشترك وتحقيق الاهداف الساميه التي سطرها الاباء المؤسسون لمنظمتنا ومن ضمنهم الرئيس الغالي الراحل ومن المعلومه.